اخر واحده معلش يا عم. لا بالعكس والله. كمل يا عم. ده سبعك الالبوم تبعه او بيعرض عليها الحان ده شيء خبر ابيض هو طول يا عم الدور الطويل هطول. بهلوان عايش في سرك داير يمثل عالحضور مرسوم على وشه ابتسامة ودموع على خده الحزين مش باينة للناس اللي جاية بس زاجة تتفرج علي يدخل ويتنطط ويرقص والناس تقوم تضحك عليه وهو بيتنطط دموعه وقعت على ايد الولد ولد كان فاهم كل حاجة والولد هو انا هو انا هو انا هو انا أنا هو أنا هو أنا هو أنا والله بس دي ألحاني أنا وواحد صاحبي في البند وكلامه ما شاء الله. لو طلع تخرج أنت من هنا. طب انت والله حجزتيه بالظبط انا عايز ملحن انا حجزته كملحن طبعا ما علي. انت مش قلقان ان انت بتقعد بتغني اغانيك كلها دلوقتي وكل الناس عماله تسمعها ممكن حد يسرق ممكن حد يعمل يعني والله زي ما عبد الله يعني هل في حاجه مثلا انت مسجلها مثلا في شغل عقاري او حاجه ضامن بيها حقك لان كده على فكره في كتير هم بيناتنا عاملين كلام اغاني وملحنين بس ما حد عم يغني منهم كرمال هالموضوع يعني مش يعني الناس كلها بتتفرج عليك كل ابداعك اللي انت بتعمله ده فجاه تلاقي حد بكل بساطه خد كل حاجه مش عايز احبطك انت كويس انت تلقائي جدا فما فيش مشكله خالص لانك انت برضو مبدع وفنان شاطر وملحن شاطر وعازف جيتار جميل قوي فممكن تعمل احسن بكتير بس الحق خلي اصحابك اللي كاتبين او الملحنين معاك يعملوا يسجلوا الموضوع ده على الاقل تسجلوه باسمك او باسمه تمام بيس انا صراحه انا صراحه انا لما اطلع بس ان شاء الله من هنا خذهم كلهم ان شاء الله يا رب ما اطلعوا من ايه بس تخيل